يعد تعليم الأطفال من أهم حقوق الإنسان المكفولة لهم، لكن البعض منهم يراها مجرد حلم وهمي وفكرة لا يمكن تحقيقها. ولتحقيق حلم من ينتظرون دخول المدرسة هذا العام، جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعبر حسابها الرسمي في تويتر نشرت رابطا لحملة تبرع لتعليمهم، حيث يمكن المساهمة بنشر الفرحة في قلوب المتبرعين لهم. وتبرع لتعليمهم، أطفالنا أهم المستقبل ومستقبلهم بيدك، لأن كل طفل يستحق التعليم.